إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن بعض الأشياء المفيدة، وهي علاقة استجابة كبار السن وبعض الأمور الحياتية. أيضا قد تكون هذه الخاصية من أبطأ الاستجابات، وهي طبعا عدم القدرة على الانفعال أو التفاعل السريع، مثلما يعني في بعض الأحيان يكون مثلا يعمل بتحور أكثر، ومفروض لا يكون متهور في هذه الحالة. وأيضا في بعض الأعمال قد ينفعلون أكثر، وهذا الانفعال مما يسبب مشاكل كثيرة في الدماغ. وأيضا بعض الأحيان لا يستعجلون في مواجهة الأحداث، مما يسببون كارثة في المكان. أيضا ممكن يفكرون تفكير خاص يعني فيهم، وهذا التفكير ممكن يكون يعني بدون خبرات. ينسون يعني الرجل نفسه أو المسن نفسه ينسى الخبرات العملية التي تعلمها في السابق. وطبعا هذه الأشياء بعض الأحيان لا تخدمهم وتحاربهم في المجتمع. وأيضا البعض راح يتم يعني ظن تزيد الظنون أو المشاكل على هذا الرجل كبير السن. وأيضا من المهم محاولة أعطائهم ألعاب مفيدة ترجع الذاكرة أو تعيد الخبرات القديمة. وأيضا ممكن يكونون مجبورين فعل أشياء يعني لا يطقونها ولا يحبونها، وتكون فوق طاقتهم. يجب مراعاة هذا الجانب في هذا الحالة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.